عن هذه فتحة السروح، هذا باب الخلية الوحيد اللي يطلع معاه النحل. طبعا هنا في تهوية عشان تبريد على النحل، طبعا نقفلها ما نفتحها إلا وقت الشديد. طبعا في الخلف بعد في نفس النطاق بس مقفرة من داخل، ونحط الخيشة عشان النحل ما ينجبر انه يبني فوق، معناه يبني على الخلية زوايد شمعية. طبعا بفتح على الخلية الايام الجاية بس انتظر الهواء يضبط ان شاء الله، شوف كم جنينة ان شاء الله، الله يكتب لي فيه الخير. طبعا هذه الخلايا اللي تسمى خلايا فرنجية، تجي بالشكل مربعي كامل. طبعا تجي مقاسات، هذا مقاسه 8، في بعضها تجي مقاس 6 4. طبعا نحسب المقاس في البراويز، عدد البراويز اللي هي الخشب، يجي براويز زي كذا زي المساطة طويلة، حط عليها الشمع ويجي النحل يبني بيت وكل شيء. أنا زعجت النحل، النحل تضايق مني بالطريقة هذه. طبعا هذا اللي يكون العاسلات بشكل امتيازي، أوفر للعسل وأكثر تستفيد منها. عود يجي له باب خلفي من هنا، باب امامي اللي هو الاساس، في فتحة سروح صغيرة يطلع معها النحل. طبعا الباب هذا ما يفتح الا وقت جني العسل. نجيب الدخان، ندخن على النحل من هنا تدخين بسيط، النحل طبعا يندفع قدام، يروح كله قدام يطلع مع الفتحة، اغلبه يثقل في جمع العسل، ينشغل في جمع العسل، يلتهم في حريقة في نار. فأنت تبدأ تقص عنها العسل وتجمع العسل المقسوم من الصندوق هذا، سواء 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو اللي قاسمها الله سبحانه.